صباح الخير مشاهدي أورينت نيوز، بدنا نحييكم وين ما كنتم عم بتشوفونا، اكيد بالداخل السوري والخارج السوري. اول شيء اكيد بدنا نصبح على فينتا. صباح الخير هاني، صباح الخير على كل من بيحضرونا، اكيد مثل ما قال هاني من الداخل السوري ومن خارج السوري ان شاء الله بتكونوا بخير وامان. عندنا اليوم حلقه مميزه، فقرات مميزه، لكن بالبدايه خلونا نشوف شو هي ابرز العناوين. اكيد فينتا رح نحكي اليوم عنه للعام الثاني على التوالي السوريون اولا في تاسيس الشركات الجديده بتركيا. مزبوط هاني، وفي عندنا كمان حضور سوري مميز في مهرجان كرامه لافلام حقوق الانسان 2015 في الاردن. واليوم كمان الفقره الاسبوعيه لعمر حمارني، بس بده يعرفنا اليوم عمر على تايم لابس وكيفيه حساب الزمن اللقطة المراد تصويرها. وكاميرا جولة الصباح هاني رح ترصد لجوء أهالي الغوطة الشرقية إلى البيوت البلاستيكية لاستباق الاستفادة من الموسم الزراعي. خليكن معنا. حرب أهلية هي ثورة شعب طلعت بالأول سلمية، هي مبلا حرب أهلية هي ثورة شعب طلعت بالأول سلمية، هي ثورة شعب ثورة شعب ثورة شعب ثورة شعب ثورة شعب ثورة شعب ثورة شعب، هي ثورة شعب ثورة شعب ثورة شعب ثورة شعب ثورة شعب ثورة شعب. ارفع 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 راسك، انت من ثورة عظيمة، اعتزل حالك در دمر اصابة لئيمة، ممكن خسرت كتير شغلات بس بحس بنفس الوقت انه ربحت كتير شغلات كتير شغلات، كرامة كرامة رقم صعب، حرية جراحة جراحة قلب، صعب كتير تحقق شي دون ضحايا وآلة حرب، شي دمر حجر شجر ما في جدار الا انكسر، ظلني نظام فكن فشر، معارضة فشلي من هون اعلم منافق من هون، حالش داعش من هون بلاد عالم ملعون، تركوا الشعب يموت وجهزوا له التابوت، انا بحكي باسم الشعب انتهى زمن السكوت، انتهى زمن ما تعبر عن نفسك، اذا الثورة اجت هذا هو وقتك، الحرب مش علي هي ثورة شعبك، لاجئي الراب صوت الشعب رجع لك، هي بلا حرب أهلية هي ثورة شعب طلعت بالأول سلمية، هي بلا حرب أهلية هي ثورة شعب طلعت بالأول سلمية، هي ثورة شعب ثورة شعب ثورة شعب ثورة شعب ثورة شعب ثورة شعب ثورة شعب، هي ثورة شعب ثورة شعب ثورة شعب ثورة شعب ثورة شعب ثورة شعب ثورة شعب، هي ملا حرب علي شعب وبقلب الطائفية، شعب عاش المر شاف الظلم من دولة قمعية، ضغط ضغط زاد ضيق خنق كل الشباب، تغير بدك تحصد كل كلمة لأنه كلمة بتساوي الممات، هذا اللي كان صاير بالشعب ربونا من زمان. درجات الحرارة رجعت مرة ثانية للارتفاع، يمكن رجعت مرة ثانية لمعدلاتها، أكيد هلا بدنا نوقف مع أولى فقراتنا حالة الطقس. أكيد مثل ما قلت هاني درجات الحرارة عم ترجع ترتفع، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في مثل هذا الوقت من السنة، بتكون الأجواء صافية ومستقرة بشكل عام. نعم، ولكن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من خطر تشكل الصقيع في أغلب المناطق، خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات وبعض أجزاء البادية السورية الوسطى. مزبوط هاني، ومع توقعات لانحسار موجة الصقيع هي الليلة وهاي الليلة، وبتكون الرياح شمالية غربية لشمالية شرقية بالخفيفة والمعتدلة، تنشط أحياناً في ساعات الليل في حمص وإدلب، وبكون البحر هادي. طبعاً فينيتا بنستمر بالتوجه بأشد التحذيرات لكل أهلنا بالداخل لاتخاذ جميع التدابير اللازمة خشية التضرر جراء الصقيع والبرودة الشديدة المتوقعة هذه الليلة. يعني صح عم نحكي نحن أنه في ارتفاع لدرجات الحرارة، ولكن بالليل لسات الصقيع مستمر. مزبوط هاني، اكيد واكيد نحن بنطلب من الكل انه يتابعونا يوميا لتبقوا على اطلاع بكل ما هو جديد فيما بخص احوال الطقس، بنتمنى لكم اكيد السلامه والخير دائما. وهلا خلونا نشوف سوا درجات الحراره في المدن السوريه وعدد من العواصم العربيه.
النهاية مشاهدينا تفاعلوا معنا عبر الهاشتاج طقس سوريا الظاهر على الشاشة وصفحة برنامجنا على الفيسبوك جولة الصباح، وبعتوا لنا صور واخبار الطقس من مناطقكم لنعرضها بشكل يومي خلال فقرتنا الجوية. وهلا رح نشوف بعض من الصور اللي وصلتنا. هاي كانت حالة الطقس اليوم مشاهدينا، مننتقل هلأ لأخبار المجتمع السوري. أكد ناشطون أن الكهرباء ما تزال مقطوعة بشكل شبه كامل عن المحافظات الجنوبية في سوريا، وبالنسبة تقنين فقط 12 ساعة في أغلب المناطق، وذلك بعد تعرض خط التوتر العالي في المناطق القلمون ليلة الأحد إلى عطل فني طارئ نتيجة موجة الصقيع الحادة. وقال مدير المؤسسة العامة لنقل الكهرباء التابعة للنظام المهندس انسوح سمسمية أن ورشات الإصلاح توجهت ليلا نحو مكان العطل وباشرت العمل، إلا أن الناشطون أشاروا لعدم صدقية رواية مؤسسة النظام بأن كوادر الكهرباء قد باشرت على الفور بإصلاح الخلل. فنتا هلا بدنا نروح من الجنوب السوري للشمال السوري، حيث اعلنت عدد من المنظمات الاغاثيه والانسانيه عن توقفها عن العمل في الشمال السوري بسبب الغارات الجويه التي تشنها المقاتلات الروسيه والتي استهدفت شاحناتها. ووفقا لمدير فرع الحبوب والطاحن والمخابز بحلب محمد دادايخي، اوضح انه بسبب استهداف الطيران الحربي الروسي لقوافل الاغاثه وشاحناتها أوقفت بعض المنظمات دعم الطحين للأفران. وأشار إلى أن منظمة ميرسي كانت تساهم بتغطية 40% من حاجة الأفران من مادة الطحين في الريف الشمالي، وتوقف هذه المنظمة عن العمل سبب أزمة كبيرة وأدى لارتفاع أسعار الخبز. يعني هاني نحن بس عم نسمع اخبار عن ارتفاع السكر والطحين والخبز، طول نهارهم عم بيرفعوا بهالاسعار، يعني ما في الاسعار مولعه نار. مزبوط نار. مزبوط نار. للاسف قالت وزيره الداخليه النمساويه يوهانا لايتنر ان 550 الف لاجئ دخلوا البلاد منذ ايلول الماضي وانتقل معظمهم الى المانيا. واضافت لايتنر في تصريحات لاذاعه او 3 النمساويه ان عدد طالبي اللجوء بلغ حتى الان 71 الف شخص. وكانت الوزيرة قد أعلنت في وقت سابق أنها تريد وضع سقف محدد لعدد اللاجئين الذين يدخلون النمسا، لكن طلبها قوبل بانتقادات من بعض أحزاب المعارضة لمخالفتها لاتفاقية جنيف بخصوص حق اللجوء. بدنا ننتقل كمان مرة ثانية من النمسا لألمانيا، وكمان بموضوع بخص اللاجئين السوريين أو اللاجئين هلأ بشكل عام، حيث أعلنت وزارة الداخلية الألمانية تسجيل قرابة 1 مليون لاجئ منذ مطلع العام الحالي، متوقعة أن يتجاوز عدد طالبي اللجوء هذا الرقم بحلول نهاية السنة. وقد سجلت ألمانيا في تشرين الثاني الماضي 206 آلاف طالب لجوء إضافي، في رقم قياسي جديد لهالبلد في استقبال اللاجئين حسب وزارة الداخلية الألمانية، مشيرة أن حركة تدفق المهاجرين حققت ارتفاعا قويا منذ آخر أرقام صدرت الشهر الماضي، والتي أفادت بدخول ألمانيا 181 ألف مهاجر في تشرين الأول الماضي. ومن المرجح أن يتخطى عدد طالبي اللجوء في ألمانيا حوالي 1 مليون بحلول نهاية السنة، غالبيتهم من السوريين والأفغان.
مشاهدينا هلأ رح ننتقل للأخبار الاقتصادية. أول خبر بدنا نحكي عنه اليوم هاني خبر مهم كتير بخصوص السوريين وإحصائيات مهمة في تركيا، بحيث أنه احتل السوريون المرتبة الأولى في تأسيس شركات جديدة في تركيا حسب إحصائيات أعلنها اتحاد الغرف التجارية التركية مؤخرا. وأرجع محللون ذلك إلى الموقف الإيجابي من النظام الحالي للاجئين. وبحسب تقرير للاتحاد أو اتحاد الغرف التجارية التركية، فإن عدد الشركات الأجنبية التي تم تأسيسها في شهر تشرين الأول بلغ 366 شركة، منها 136 شركة للسوريين والباقي لأجانب من مختلف الجنسيات. بلغ إجمالي عدد الشركات اللي أسسها مواطنون سوريون هذا العام حتى شهر تشرين الأول الماضي نحو 1300 شركة وفقا للتقرير. وسعى البعض إلى الحصول على الإقامة عبر تأسيس الشركات، بالإضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي يحصل عليها المستثمرون الأجانب. نبقى بالأخبار الاقتصادية، حيث اعتبرت وسائل إعلام موالية للنظام خبر انطلاق أول رحلة بحرية من طرطوس إلى موسكو على متنها 800 طن من البرتقال السوري بأنه يعتبر الاستثمار الأمثل لتوتر العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا بعد حادثة إسقاط الطائرة. وطالب عدد من رجال الأعمال بحسب هذه الوسائل بمنح المزيد من التسهيلات لإنسياب البضائع من سوريا إلى روسيا، وذلك من خلال إلغاء الرسوم الضريبية على البضائع بين البلدين. فيما أكد خبراء في استيراد وتصدير الخضار والفواكه أن كمية 800 طن من البرتقال هي كمية قليلة جداً، ويمكن أن تستهلكها أي قرية سورية خلال شهر واحد، إضافة إلى أن تكاليف نقلها عبر البحر تفوق بمرات تكلفتها الأساسية. وأفاد ناشطون أن هدف النظام من هذه الصفقة تجارياً بقدر ما هو محاولة لتخفيف أثار الخسائر الروسية جراء توقفها عن استيراد البضائع التركية. يعني مزبوط، يعني هاني أطيب شيء كان البردقان السوري لما كان يجي من سوريا، والله يعني طعمه غير عن طعم أي بردقان تاني. طبعا بلاد خير، الفواكه كلها هناك طيبة. أكيد. ننتقل هلأ برضو لتركيا، مضلنا بتركيا، حيث قالت وكالة الأناضول التركية أن مراسلها حصل على معلومات من مصادر أمنية تفيد بأن وحدات في الاستخبارات التركية رصدت مكالمات هاتفية لقوات النظام السوري تؤكد وجود تعاون بين النظام من جهة وبين تنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى في إدارة واستثمار الموارد النفطية السورية الخاضعة لسيطرة النظام. وبحسب المكالمة التي رصدتها الاستخبارات التركية، أصدرت قيادة الجيش التابعة للنظام أوامر إلى وحداته في سردة والجفرة القريبتين من مطار دير الزور العسكري بعدم إطلاق النار على فريق سيتوجه إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بهدف إصلاح أنبوب غاز. نروح على مصر. كشفت مصادر بمطار القاهرة الدولي أن طائرة ركاب مصرية غادرت الخميس إلى مطار دمشق الدولي في أول رحلة لطائرة مصرية منذ توقف رحلات شركة مصر للطيران قبل 3 أعوام. وحسب موقع الاقتصادي سوريا، بيّنت المصادر أن شركة الإسكندرية للطيران وهي شركة مصرية خاصة نظمت الرحلة بطائرة من طراز بوينغ 737 وعليها 17 من أطقم شركة الطيران، حيث سيتم بحث التعاون في مجال النقل الجوي بين حكومة النظام وشركة الطيران المصرية الخاصة، مضيفة أن هذه الطائرة المصرية تعد الأولى منذ وقف رحلات مصر للطيران في كانون الأول 2012 واقتصار الرحلات بين القاهرة ودمشق على رحلات الخطوط السورية.
بس هو صح الخبر انه رجعت الطيران، بس هو بنفس الوقت الشركه المصريه الحكوميه لسه ما رجعت طيرانها لسوريا. يعني احنا بنتامل انه كل الطيران يعني يرجع لسوريا، مش بس مصر، اي مدن، اي بلدان ثانيه كمان. الان مشاهدينا مع اخر اسعار صرف العملات واسعار الذهب. مثل ما عودناكم ننتقل لراديو أورينت ببرنامج صح النوم سوريا، وزملائنا لارا وحسني بدنا نصبح عليهم ونقول لهم صباح الخير. أكيد بدنا نصبح على زملائنا براديو أورينت لارا وحسني ونقول لهم صباح الخير، وأيضا أكيد بدنا نصبح على مستمعي راديو أورينت. صباح الخير زملائنا براديو أورينت، وتفضلوا لكم الهواء. طبعا صباح الورد وصباح العسل وصباح الياسمين، صباح الورد الجوري على كل المستمعين وعلى كل المشاهدين، وصباح الخير فانيتا وصباح الخير هاني. طبعا اخذت كل الورد وهدتكم يا بدي صبح عليكم هاني وفانيتا وكل المشاهدين أورينت وجولة الصباح وكل المستمعين الراديو اللي هلا عم بيحضرونا، بدي صبح عليكم قلكم يسعد صباحكم، وكل الورود اللي هدتكم اياها لارا بزيد عليها واحد وبهديكم اياها. طبعا انا يعني مني ومن حسني عشان حسني ما يزعل مني. يسعد صباحكم. بالبداية رح نروح لبرامج برامج اليوم براديو أورينت. يوم بعد صح النوم سوريا منروح لنشرة الساعة 11، وبعد منه برنامج أورينت كلينيك الساعة 11:30 اللي بيطلع يوم الجمعة. بعدين عنا إعادة حلقة رمان الهوى اللي كانت مبارح الساعة 4، بتنعاد اليوم من 12 للوحدة، حلقة كتير مهمة لازم تسمعوها، كل اللي عم بيشاهدونا اسمعوها، والمستمعين عيدوا سماعها إذا ما سمعتوها. بعدين عنا نشرة الساعة 1، بعدين عنا الساعة 1:30 نصية مع أورينتيات، بعدين عنا برنامج شيفون، بعدين نشرة الساعة 3 وحبة أسبرين الساعة 3:30، وبعدين عنا عنا حلقة بدون ذكر أسماء، وعنا حلقة حكاية الثورة، حكاية الثورة من الساعة 4 للخمسة. بعدين عنا ألو سوريا، نحكي مع الداخل السوري، مع أهلنا بسوريا وين ما كانوا، ونطمن عليهم. بعدين عنا نشرة الساعة 6، ونهاية عنا من 6:30 للسبعة ونص تي تايم شو. هيك برامجنا لليوم. أنا بكون خلصت البرامج تبعات اليوم. مشاهدين أورينت نيوز جولة الصباح، تابعونا، انضموا للراديو، وهلأ بدنا نروح لعند لارا. تابعونا واسمعونا. طبعا مستمعينا بدي بلش بأول خبر، يعني رح أحكي لكم أول خبر وبعدها رح ننتقل للمشاركات، لأني أنا وعدت المستمعين أنه ما نحكي المشاركات وما أرى المشاركات إلا بس ياخدونا عبر الجولة. هلأ صورة كاكا تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هي كانت شكرا. طبعا هي كانت عبارة عن كعكة لسيدة اسمها ليزا، كان المفروض انه عيد ميلادها، فلما راحت تستلمها من المخبز تفاجأت بطريقة الكتابة. طلعت الكتابة طريقتها كتير عشوائية وكتير عادية، يعني بشكل كتير كتير كبير، لدرجة انه هي مجرد ما فتحت الكيكة وشافتها صارت تضحك. بس بالرغم من هذا كلياته ما رجعتها للكيكة، بل استلمتها من العاملة في المخبز وراحت حاسبت عليها. تمام. ففهموها الموجودين على الكاش انه اللي كتبت لها هابي بيرثدي تو يو انه مصابة بالتوحد ومريضة، وحبت انه هي تعمل هالكيكة، وهي حبت انه هي تكتب لها اياها وهي مو شغلتها هالشغلة، وانه وحتى هي ضعيفة بالكتابة ما بتعرف تكتب. فطلعت، يعني انا بتمنى انكم تشوفوا الصورة، يعني هي عن جد الصورة جدا غريبة،
والكتابة كتير كتير غريبة، يعني الكلمات داخلين ببعض والأحرف كل حرف حرف نازل وحرف طالع. بس ولكن هذا الشيء خلى للسيدة سيدة ليزا أنها تتشكرها، وكمان دعتها لحفلة عيد ميلادها لأجل تكون موجودة معها بالاحتفالية. فيعني قديش بالفعل حسني الأمل لسه موجود، والحياة الحلوة لسه موجودة، والناس الطيبين لسه موجودين. يمكن لو حدا تاني يمكن قامل قيامه وما قعدها. أكيد أكيد إنه كعكة عيد ميلاده، وبعدين إنه هي عزمة كتير ناس، بس ولكن إنه بقولك ما شافت حالها إنه بالخجلة، يعني إنه الكتابة إنها ما حلوة على كعكة عيد ميلاده. يا قلبي طبعا بدي صبح على كل اللي عم بتواصلوا معنا. طبعا في إلكن حصة من فراجين القهوة، الشباب اللي بالكنترول كلكن، وحتى هاني وفانيتا كلكن، وحتى اللي بالكنترول معنا بالاستديو الكل له فناجين قهوة. اليوم هيك إجانا صينية كبيرة للكل نوزعها عليكم، وقال إذا بدكم كمان رح يبعتونا عم يبعتونا. وعطيهم تقولي جزء من المشاركات. طبعا طبعا آمنة يسعد لي صباحك يا آمنة، عم بتقولي يسعد لي صباح لأحلى الأبطال طبعا ولجميع أوريانت، يسعد لي صباحك. طبعا آمنة مام أسرة بعتت الصور وبفناجين القهوة، وبعتت لنا صباح العسل، وبعتها هيك عسل عم بينزل يعني كتير حلو. كمان إبراهيم من حلب، صباح الخير يا إبراهيم، صباح الخير حسني عمر معن لارا. طبعا وجاوبكم حسني لما قلكم بيقولوا لي الحمد لله على السلامة، بس أنا ما كنت غايبة على فكرة، أنا بارح كنت بالجولة. وحسني عم بيقلك حسني أكيد القهوة سادة. يسلموا إيديك، شكرا يا إبراهيم، يعني يسعد صباحك. القهوة سادة، يسعد صباحك. بدي كمان أم محمد من حماة، أم محمد عم تقول صباح الخير، صباح الفل والياسمين. من أم محمد تحياتي لقناتكم الجميلة أوريانت، وبدي صبح عليكم ومنورين يا أحلى مذيعين ومذيعات. يسعد صباحك يا أم محمد. كمان ابن درعة عم بيقول يسعد صباحكم يا ربي، أبدأ صباحك بمفتاحين، المفتاح الأول هي باب الرزق، والمفتاح الثاني باب القلوب، فهو عم بيصبح علينا ويسعد صباحك يا ربي يا ابن درعة. وين حصتنا من القهوة؟ زعلان. موجودة كل حصصكم، كل شيء ولا تزعل. بس خليني رد ذكر انه نحن حلقتنا لليوم بصح النوم سوريا هي عن العيون، مشان نعم. المشاهدين ينضموا إلنا ويسمعوا الحلقة اليوم عن العيون، لغة العيون، العيون أشكال وألوان، العين بتحكي، العين مغرفة الكلام. خليكم معنا، انضموا الناس معنا على صح النوم سوريا من راديو أوريانت. شو رأيك نروح لعند معن نشوف شو بس خليني اقرأ هاي بعدين رح نروح لعند معن. طبعا يسعد لي صباحك يا أبو حمزة، عم بيقول يسعد لي طلتكن الحلوة، تقبشوني طلتكن الحلوة، معكن رضا من الشام، يعني هو أبو حمزة. يسعد لي صباحك، يسعد صباحك يا رضا، ويلا يا معن صباحك رضا. طبعا كنت بدي اقول لك شو
طيب شو عم بيصير معي؟ شو؟ انه بفتح المسج فبيجي مسج فبيروح هداك المسج فبيجي بس بدي اقول على قصة القهوة، بعتولنا قهوة في خبر هيك صغير بيقول انه في نتائج لدراسات سابقة عن انه في علاقة بين تناول القهوة بصورة دورية منتظمة وانخفاض احتمال الإصابة بالنوع الثاني من السكري. يعني الدراسة بتقول انه العلماء تبعت جامعة هارفورد قالوا بدراستهم، والنتائج بينت انه تناول القهوة بصورة منتظمة بيخفض احتمال الموت المبكر بسبب امراض القلب والأوعية الدموية وامراض الأعصاب والنوع الثاني من السكري. شكرا على فنجين القهوة. شكرا على السكري. لا بتمنع من احتمال وجود طبعا. طيب طبعا. يلا شكرا عن جد على فنجين القهوة، يعني هيك انتم بتخافوا علينا. تابعي طبعا يعني. يسعد صباحكم. انا محمد ابو باسل من جوبر الدمشقي. لحظه شوي، ما قلنا لكم ما ترنوا علينا عشان نقرا مسجاتكم. يسعد صباحك ابو محمد. هي قريت رسالتك بس كرمال انك ما تزعل منا. صباح الخير، يسعد صباحك. عم بيرنوا. عم بيرنوا طبعا. في عنا انا ام زياد، اول مره بدي صبح عليكم، بهدي سلامي لاهلي بسوريا، انا كتير معجبه ببرنامجكم. اهلا وسهلا فيك يا ام زياد، واهلا وسهلا فيك طبعا مشتركه ببرنامج صح النوم سوريا. بدي صبح محمد جمال، صباح الخير لجميع عاملين قناه اوريانت. طبعا عم بيقول انه هو بده نهديه غنيه. طبعا تكرم عينك، انا قلت اسمه هو محمد جمال. تكرم عينك يا محمد جمال، رح نهديك الغنيه اللي انت بدك اياها. صباحه لكل العاملين ببرنامج صح النوم سوريا، انا كتير بحبكم. وبعدين انا حضرت القهوه وناطره كنت برنامجكم، وكتير بنبسط لما اسمع برنامجكم. هاي من رؤى. يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، اذا كنتوا بسوريا يسعد صباحكم، اذا برات سوريا كمان يسعد صباحكم. تابعونا وضلوا معنا. اليوم حلقتنا مثل ما قلنا عن العين، نظرة العين، شكل العين، شكلها، نظرتها، والعين حمراء والعين زرقاء، حركات العين، حركات العين بتدل كيف العين بتحكي وليش بتحكي ومشان شو بتحكي وقديش بتضل تحكي. طبعا نحن هلا بعيننا رح نروح نرجع، لأنه نحن بعيننا شفنا مالنا ما عملنا. فنحن لازم نرجع، أخذنا الأوردر ولازم نروح لنرجع لهاني وفانيتا. يسعد صباحكم يا هاني وفانيتا، ورجعنا لعندكم مشاهدين أورينت نيوز. يسعد لي صباحكم، يلا مع السلامة. أكيد بدنا نتشكر لارا وحسني من راديو أوريانت، وأكيد بدنا نوجه تحية لكل مستمعي راديو أوريانت واللي قاعدين عم بيتفاعلوا معنا، إن كان مع الراديو وإن كان أيضا مع جولة الصباح. أكيد هاني نحن بنتشكرن ومنصبح كل اللي عم بيستمعوا لراديو أوريانت، وكانوا عم بيستمعوا يعني واللي عم بيشوفوا راديو أوريانت من مشاهدي جولة الصباح. ويعني كلام العيون كلام كتير خطير، يعني اللي بدهم يحكوا فيه اليوم ببرنامجهم. هاني بس نحن كمان عنا عدة فقرات منوعة كمان المشاهدين رح يحتاجوا، يعني بين الراديو وبين التلفزيون خليكم معنا لأنه في شغلات كتير بدنا نحكي عنها اليوم. هلا مشاهدينا اكيد في منكم كثير عم ينطر فقره الابراج اليوميه، خلينا نبدا فيها. راح نبدأ ببرج الحمل. مهنيا ابقى حذرا في كل الأحوال، وقد يجعلك هذا اليوم تواجه خيارا صعبا أو قرارا يتعلق إما بسفر أو برحيل أو بتغيير. عاطفيا لحسن الحظ تتمتع بقدرات فائقة على التصرف في هذه الأثناء وبوعي أكيد الاستدراك بعض التطورات السلبية. اليوم بدك تنتبهي فانتا بخصوص برج الحمل.
يعني لانه عندك شويه تطورات. عندي تطورات بتعرف شو هاني، هذيك المره حكينا عن البرج انه في تاخير بالدفع المادي او بالمصاري، وجد في تاخير لكن المهم بيجوا. خلينا ننتقل لبرج الثور. مهنيا الحظ يبتسم لك ويطمئن بالك وتبتعد اكثر عن اهتمامك بالشؤون المهنيه، لكن لا تترك منافسا يهزمك. عاطفيا بادر الى مصارحه الشريك بما يراودك من افكار، فالصراحه تعبد الطريق امامكما نحو خطوات مستقبليه واثقه. اليوم في تغيير ايجابي بخصوص برج الجوزاء. مهنيا يبدا المناخ بالتغيير الايجابي، فتعمل من اجل هدف جديد وتقود مسيره ما او تسيطر على الاوضاع اكثر من السابق. عاطفيا انتبه من نزاعات شخصيه قد تطرا مع الحبيب، وقد يؤخذ عليك اغواء شخص لا يناسبك ظروفه ووضعه، او تلام لانه لا يلائمك. حلوة بحقه صراحة عاطفيا بالمرة. ننتقل لبرج السرطان. مهنيا يركز هذا اليوم على قضايا مهنية وعائلية متداخلة ويشير إلى بعض النجاحات المهمة. عاطفيا الشريك إنسان حساس ورومانسي وحنون، لا تجعله يفقد أيا منها بسبب تصرفك معه. نروح لبرج الجوزاء، حيث مهنيا يخزيك هذا اليوم بالأحلام والقوة والعزيمة، ويجعلك قادرا على المواجهات بثقة بالنفس طوال الفترة المقبلة. عاطفيا يوم من البرودة في العلاقة بالشريك، لكن الأيام المقبلة تشهد تبدلا سريعا نحو مزيد من التواصل الإيجابي. معقول انه عقلك ببرجك الجوزاء قبل شوي كان الاسد؟ كان الاسد، رجعت مره ثانيه قلت الجوزاء. بتموت على برجك يا هاني. ننتقل لبرج العذراء. مهنيا يركز هذا اليوم على الشؤون الماليه من مصاريف واستثمارات، من الافضل عدم القيام بعمليه شرائيه كبيره في هذه الاثناء او عدم التورط في شراكه. عاطفيا تاسر القلوب بسحرك الذي يتغذى من اعجاب الاخرين وحبهم وبوحهم، وتحاط بالاهتمام والرعايه والمحبه، وتحاصرك الدعوات من كل جهه. أما برج الميزان، مهنيا استقرار كبير على صعيد العمل، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق. عاطفيا قد تلوم الشريك ما على عدم التجاوب معك، من الأفضل ألا تتخذ قرارا هذا اليوم وأن تؤجله إلى يوم آخر. أما برج العقرب، مهنياً استقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق. عاطفياً مشكلات بسيطة لا تعيق تطور العلاقة مع الشريك، وتكون الحلول سهلة وبسيطة أكثر من المتوقع. نروح لبرج القوس. مهنياً مسؤولياتك كبيرة وتزداد يوماً بعد يوم، فحاول ألا تتسرع لألا تقع في المحظور. عاطفياً تعبر عن مشاعرك للشريك، ويسهل الإحساس المتبادل التفاهم والتوصل إلى نقاط مشتركة كثيرة.
برج الجدي مهنيا يبلبل هذا اليوم الأجواء قليلا ويحد من طاقتك أو يجعلك تراوح مكانك وتواجه بعض الخصوم وبعض الخضات. عاطفيا أدعوك إلى عدم إحراج الحبيب هذا اليوم لأنه غير مرتاح نفسيا، وحاول أن تتفهم ما يعانيه. برج الدلو مهنيا قد تناقش عقدا او اتفاقا او تخوض مفاوضات ناجحه هذا الشهر ويتغير المناخ الى الافضل. عاطفيا لا تخشى رد فعل الشريك تجاه مواقفك، فهو مستعد لدعمك على الرغم من الظروف الصعبه المحيطه بك. نختم الأبراج اليوم أكيد مع برج الحوت مهنياً. تنتهي معاكسة دقيقة ولكنك تواجه بعض المسائل المالية الملحة وتضع كل إمكاناتك لمعالجتها. عاطفياً قد تعيش في جو ضاغط لكنك في الوقت عينه تتعلم الانضباط والمسؤولية. مشاهدينا بدنا نتوقف هلا مع فاصل قصير، ومن بعده بدنا نحكي عن مهرجان كرامة للأفلام، خليكن معنا. نحن مجموعة غسان عبود أحدثنا نقلة في عالم تصدير السيارات، ووصلنا إلى كل ركن حول العالم من خلال أفروعنا المنتشرة في الإمارات، الأردن وبلجيكا. نوفر أحدث السيارات والأكسسوارات الأصلية والجديدة، اهتمام واسع وخبرات كبيرة في مراكز الخدمات لدينا. في هذا العالم المتغير نحرص على الاستمرار في الجودة والقيمة المقدمة لعملائنا، ونفخر بكوننا الشركة الرائدة عالمياً بإعادة تصدير السيارات. وابحث في آخر الأخبار وأبرز المستجدات، كن أول من يعرف بالخبر فور حدوثه، وشاهد كافة البرامج والتقارير المرئية والمكتوبة عن الشأن السوري، وابق دائما على اتصال عبر بثنا المباشر. حمل تطبيق أورينت نيوز على الآيفون أو الأندرويد أو الآيباد، شاهد وعرف أكثر. مثل ما حكينا لكم قبل الفاصل مشاهدينا، بدنا نحكي عن مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان النسخة السادسة في العاصمة الأردنية عمان، حيث شهد حضورا للأزمة السورية من خلال الأفلام المعروضة والنقاشات كذلك، بالإضافة إلى تكريم المخرج السوري العالمي الراحل مصطفى العقاد وعرض عدد من الأفلام في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن. مظبوط هاني، وفيلم الثمن أحد الأفلام الذي طرح أو طرح قضية الإرهاب وكذلك اللجوء السوري من خلال دور لاجئة سورية تبحث عن مكان للإقامة بعد أن طردها زوجها، فتصطدم برجل قتل كاتب يساري لأنه ملحد، فتعيش في صراع هي الذي يعكس صراع المنطقة بين الإسلاميين واليساريين بصورة درامية. دعونا نتابع التقرير.
الثمن. فيلم مصري عرض ضمن فعاليات مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان النسخة السادسة في العاصمة الأردنية عمان. الفيلم يحاول الغوص في صراعات المنطقة وأزماتها بشكل درامي. الحبكة الرئيسية تقوم على الصراع بين الإسلاميين واليساريين والعوامل الدافعة للتطرف والإرهاب كالفقر. بني آدم ما يعرفش ربنا، عايز سبب إيه أكتر من كده؟ الفيلم تطرق أيضاً لأزمة اللجوء السوري من خلال دور لاجئة سورية تبحث عن مكان للإقامة وينعكس عليها ذلك الصراع. يعني إيه؟ بوري بموت فرخة؟ ده بني آدم. البطلة هي كانت رمز لسوريا نفسها، أنها بتغتصب وأن الفساد بيغتصبها، والكلمة دي لاجئة كانت اختصار للمأساة السورية واللي بيحصل دلوقتي. يعني أنا كنت بقول سوريا بتغتصب، أرجوك الحقوها. مخرج الفيلم ربط الإرهاب بالفقر، مشيرا بأن هناك من يجعل الدين دافعا ومحركا لارتكاب الأعمال الإرهابية نتيجة للجهل. يعني احنا لو ما عندناش جهل وفقر أكيد الإرهاب مش هيبقى بالطريقة الزايدة عندنا دي، فلأن برضو الجهل والفقر بيخليك تتلاعب بعقول الناس، بيخلي سهل ان هم يتلاعبوا بعقول الناس. مش شرط الارهابي مش بيتولد ارهابي، يعني الارهابي مش شرط يبقى شخصيه، يعني ده بني ادم عادي، لكن التلاعب حد تلاعب بدماغه يعني. الفيلم اخذ حيزا لا باس به من النقاش في مهرجان كرامه بين الراي الايجابي تجاهه والانتقادات حول طريقه طرحه لفكره الارهاب. جزئية الإرهاب ما كتير كانت ظاهرة بقوة، يعني هلا تمام تمثيلهم على عيني وراسي وحتى السيناريو والحبكة، بس إلى أي درجة كان له علاقة بموضوع الإرهاب أو قربه من الموضوع، يعني ما لمسه بقوة، ما عبر عنه بقوة كبيرة. المهرجان شهد عروضاً لأفلام ناقشت الحدث السوري كفيلم البحث عن مترجم، وهو مشروع لفيلم روائي طويل اعتمد على ورشة عمل بتصويره. هلأ هو الفيلم انوضع أو انشغل بدون سيناريو، فما كان في دور محدد لكل حدا مننا. فكرة الفيلم هي أنه نحن نخترع شيء ممكن يصير فيلم بالنهاية. وفي بادرة من القائمين على المهرجان فإنه سيتم عرض مجموعة من الأفلام في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، وتكريم المخرج السوري العالمي الراحل مصطفى العقاد. لبرنامج جولة الصباح رانيا حمور عمان. بنرحب هلأ مشاهدينا بإسراء الردايد صحفية في جريدة الغد الأردنية. صباح الخير إسراء. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ أهلا وسهلا. صباح الخير إسراء، كيف حالكم؟ تفضلي. أهلا وسهلا إسراء. أنت كنت موجودة طول فترة المهرجان، عم بتغطي مهرجان كرامة. صحيح، الافتتاح واليوم اليوم الثالث له. ايه شو لاحظتي اختلاف او شو بيفرق دورة هاي السنة، خلينا نبدا اول شيء بشكل عام عن المهرجان، عن الدورات السابقة؟ هلا هو بناحية الاختلاف هو لسه السنة السادسة له، فالاختلاف يعني صعب انك تلاقيه غير بالثيم تبعه. فالسنة الماضية كان تركيز على الافلام الروائية، هاي السنة المسابقة شملت اللي هي ريشة المهرجان الافلام الوثائقية، فبتلاقي كل الأفلام اللي تم اختيارها لا تتنافس، هي أفلام وثائقية بتتناول قضايا حقوقية إنسانية، غالبها صراع في مناطق اللاجئين في مختلف مناطق العالم، وهي بالأحرى عم تتناول اللاجئين من الوطن العربي ونزوحهم جهة أوروبا وأوضاعهم الإنسانية وكيف إيش بيمروا برحلات الموت، كيف العالم رح يستقبلهم، كيف وضعهم الإنساني لما يطلعوا من بلدهم مشردين. كمان بنهاية الدورة يمكن ما في اختلاف برضو أتوقع عن السنوات الماضية، لأنه أتوقع بحاجة شغل أكتر أنه يتم اختيار أفلام مش بس حقوقية، بحاجة لأنه هذا مهرجان محلي أنه يختار أفلام بتمثل، يعني هلأ في عندنا ثلاث مهرجانات بالعالم عم بتصير، دبي ومراكش، ولازم هذا المهرجان بالتزامن مع مهرجان لازم يكون خياراته أقوى لأنه عنده دعم قوي، ف اتوقع انه كان في امكانه ياخذ خيارات اقوى يعني، او يمكن يغير الوقت، يغير وقته شوي. هلا الصعب يغير وقته يمكن لانه اعتمده من اول انطلاقته، بس بالامكان الاشتغال على اليه الاختيار، وهي هذا اللي اتوقع انه ممكن يخليه اقوى من ما هو عليه. لكن عموما خياراته ليست سيئه بالنسبه لهذا المستوى من المهرجان، وهو جيد نوعا ما، ودليل نجاحه استمراره 6 سنوات يعني بجهود مديره سوسن دروزه.
أكيد طبعاً إسراء. نرجع إحنا شوي للأفلام اللي كانت معروضة أو اللي كان مركز عليها بالمهرجان اللي هي بتناقش قضية الإرهاب واللجوء كمان. ليه هاي الأفلام بالذات يعني نقول إنه هي اللي كانت أو احتلت الصدارة بهالدورة؟ لا، لأنه الوضع الراهن سياسياً وإنسانياً واجتماعياً بيفرض نفسه، فبتلاقي حتى المخرج نفسه لما بيتناول قضايا بيكون هذا الشغل الشاغل. لو حاول بأي حبكة يحبكها بجانب درامي إنساني فحتلاقي هاي الخيارات، لأنه هذا الوضع المسيطر على الساحة، يعني هاي هي أخبار الساعة يوم بيوم وقت بوقت. فعنا مثلا فيلم الافتتاح كان عنا فيلمين، فيلم قصير يوناني اسمه العشاء للبعض، وهذا فيلم أنيميشن وفيلم معبر جدا وقوي جدا، بيحكي عن الأنظمة الرأسمالية، كيف الأنظمة بتنتقل باختلاف شخصياتها رح يضلوا الوضع زي ما هو عليه، إنه ولو حاولوا يغيروا رح يكون الوضع كارثي لسبب واحد، إنه الشخصيات نفسها والشخصيات والسياسات لم تتغير. ففي حال لم تتغير السياسات سيبقى النظام كما هو. ممكن كان الفيلم الثاني هو فيلم الثمن. فيلم الثمن هو الفيلم العربي. فيلم العربي يمكن هو اللي طرح وشفنا مشاهد منه بالتقرير، طرح كمان قضية اللجوء السوري. طب أنت لما خلال مشاهدتك للفيلم حسيتي إنه لما طرح قضية اللجوء السوري هل طرحها بشكل ضمن سياق الفيلم؟ أنا حسيت إنه نوعا ما كأنه تم إقحام هاي القضية بالفيلم أكثر من إنه كانت هي الأساس. يعني الفيلم من 1 على 10 يعني أنا هعطيه 6 صراحة. هو ليس فيلم قوي بس يعتبر محاولة، لأنه عم أحاول يربط أكثر من موضوع. لأنه إذا شفت إحنا كان عندنا في 3 أطراف، كان عندنا قضية الفساد وقضية الآراء الدينية اللي هي التكفير والفتاوى العشوائية، كان عندنا السلطة الرأسمالية كيف تتحكى بمصير الناس اللي هو بالمستشفى، وكان عندنا قضية هذه اللاجئة اللي تداخل مصيرها مع مصير كل الشخصيات الباقية اللي هي صبا مبارك بدور ديما، لاجئة سورية اجت من بلدها كوضع جميع اللاجئين انه بتم تسجيلهم من اوراقهم، بيكون ما معهم اوراق ثبوتية، وضعهم غير قانوني، خصوصا سيدات تعرضنا للابتزاز لانه ممكن انه بحاجة سكن، بحاجة مكان، بحاجة مصروف احسن ما تروح لطرق اخرى. كان الحل انها تتزوج المحامي بتقعد في بيت حبسها، مجرد هو ما يقرر انه يزورها بيزورها، بينما معاملته غير انسانيه، حابسها بعملها بعنف وشفنا هذا الشيء اللي دفعها بالنهايه لتهرب. بس يعني المخرجه تفضل بنت. يعني انت شفتي الصوره اللي كانت عم بتحاول الكاتبه تبعت الفيلم أمل عفيفي تقديمها للمشاهدين اللي هو استغلال السيدات اللاجئات، اغتصاب للامراه السوريه. مزبوط، لانه هو استغلال نقطه ضعفها، هي انه هي بوضع غير قانوني، فهذا نقطة هاي اللي زي ما بيقولوا من هون بلو الإيد، إنه هي شخصية ضعيفة، ما رح ليش مش رح تسترجي تروح على السلطات تبلغ، لأنه هي ما معها أوراق ثبوتية، بالنهاية حيتم ترحيلها لو راحت، فحتضطر هي تسكت لأنه هي بدها تعيش، بينما هي كانت تتعرض للاغتصاب حتى ولو بطريقة شرعية. بس المخرجة خلال المقابلة والحديث معها قالت إنه هي أقحمت الملف السوري بهذا الفيلم لأنه بدها تعمل مثل نوع من البالانس بين ما يحدث في مصر وما يحدث في سوريا، إنه الفساد هو اللي عم بياكل هذا، إنه يعني الفساد هو السبب لكل شيء بهالبلدان. يعني مش بس الفساد، في عنا ممكن أجندات خارجية، في عنا أفراد نفسهم بيشتغلوا على المصلحة الشخصية أهم من المصلحة العامة، هو نوع من الفساد برضو، نوع من الرأسمالية. الأنظمة اللي قوانينها ما عم تتعدل لأنه تواكب شعبها وتوفر له الراحة، فبتصير القانون نفسه ضد المواطن وليس مع المواطن، يعني القانون ما عم يحمي المواطن، القانون عم يظلم المواطن. فهاي وجهة نظر الكاتبة، آراء المشاهدين أو آراء كيف الشخص بيتلقى الفيلم تختلف من شخص لآخر. لكن الفيلم نوعا ما ليس قوي وليس ضعيف، بس لكنه كان يحتاج معالجة أكثر، كان يحتاج تركيز أكثر إذا كانت ستبرز اللاجئة السورية. يعني عمرو يوسف كان أداؤه جيد، ولكن في بعض المشاهد كان في عنا تحس الأحداث مركبة وكتير مستوحاة من أفلام أجنبية لدرجة إنه مو للحشو. هو كمان ما أقنعونا كتير بفكرة سبا مبارك. يعني سبا مبارك ممثلة رائعة، لكن دورها هون أتوقع إنه مش من أفضل أدوارها أبداً، لأنه هي يمكن يعني كمان إتقانها للهجة السورية، فمن شان هيك لا ما تنسى سبا مبارك انطلقت من اللهجة السورية، انطلقت من اللهجة السورية، هذا هو.
يعني الفيلم ظلم يعني ظلم الأبطال على حساب حبكته اللي كانت حول أمل عفيفي تبريزها هي والمخرج. أكيد يعني إسراء مش أول فيلم ممكن يكون. لا أبداً. حاولوا يعني يعملوا فيه شيء. وهذا شيء تاني. لكن خلينا ننتقل هلأ لتكريم المخرج السوري رحل مصطفى العقاد في المهرجان. تحكي لنا عنه لدي الوقت شوي. هلا المخرج السوري مصطفى العقاد سيمنح يتم تكريم في مهرجان كرامة كل سنة في مكان اسمه الكرسي الفارغ. السنة الماضية منح لنيلسون مانديلا. هاي السنة سيمنح في نهاية المهرجان لمصطفى العقاد. مصطفى العقاد معروف بفيلم الرسالة، هو انطلق من سوريا وراح درس بأمريكا، وفيلم الرسالة وفيلم أسد الصحراء اللي بتناول حياة عمر المختار، التنين مولهم الرئيس الراحل عمر القذافي. هدول الفيلمين كانوا من الأفلام القوية عربيا وعالميا لأنها قدمت صورة مغايرة عن العرب المعروفة للغرب، والرسالة تحديداً ما زال يتم عرضه حتى الآن اللي هو صورة الإسلام بالغرب بطريقة بانورامية بطريقة قوية. إخراجه كان أبطاله أنتوني كوين بينما النسخة العربية عبد الله غيث الممثل السوري. بعدين المخرج مش بس اكتفى بهدول فيلمين، قدم حوالي 7 أجزاء من سلسلة أفلام الرعب هالوين. فهو يعني رحل للأسف تكريمه برضه بتزامن إنه المخرج رحل بأثر الاعتداء على عمان بال 2005 بتفجيرات الفنادق التي حصلت وأخذت معها كثير أرواح أبرياء طبعاً. وكانت تفجيرات إرهابية للأسف. فالمخرج صحيح هو يعني راح بأثر إرهابي، لكن كل أفلامه بغض النظر عن أفلام الرعب كانت تناقش الصورة الأصلية للدين الإسلامي وقدمتها بصورة أتوقع وأبطال وشخصيات عظيمة من أكيد عنا. أكيد أكيد إسراء، يعني نحن كمان مع تكريم هالمخرج الكبير طبعاً، وإحنا أكيد بنتشكرك. يعني كان المفروض إننا نحكي عن مواضيع كتير أكثر، بس إن شاء الله منشوفك مرة جاية نحكي عنهم. الصحفية إسراء الردايدة الصحفية بجريدة الغد، بنشكرك كتير وبنتمنى لك أنهار سعيد. شكراً لك كتير. شكراً. مشاهدينا بنتوقف هلا مع فاصل صغير وبنرجع لكم. مشاهدينا رح ننتقل لجولة من الصحف اللبنانية والزميل توني بولس من بيروت، ومنصبح عليه بنقول صباح الخير. صباح الخير صباح توني. صباح الخير، كيفكم؟ كيف الأردن اليوم؟ صباح النور. برد عنا نحن، انتو كيف الجو ببيروت؟ والله هالعاصفة الصقيع يعني طولت على ما يبدو، يعني اجت بلا شتاء، وبتعرف يعني بس بلش الشتاء يمكن بيخفف من حدة الرياح الشمالية بيطفى شوية طقس. طيب بقى تحت تأثيرها حاليا يعني المنطقة كلها على ما يبدو. والعاصفة السياسية بموضوع انتخاب سليمان فرنجي رئيس للبنان، شو وضع القصة؟ يعني هاي العاصفة حامية جدا، عم تجي عكس الطبيعة صح التعبير. يعني تفضل توني تفضل. كافة عناوين الصحف اليوم بلبنان ركزت على موضوع التسوية. التسوية حاليا يعني ما عم تمرق بتعثرات، على ما يبدو في حال نجاحها لن تكون سهلة مثل ما كان كتار متوقعين بالبداية وحسب ما بينت يعني بمرحلة الأولى. رح نبدأ مع صحيفة النهار، عنونت المنشط الرئيسي بعنوان التسوية في عناية الكواليس بلا مواعيد، لقاء المفاتحة الأول بين عون وفرنجي غدا. يعني هذا موضوع مهم جدا لتجاوز العقبة، أن يستطيع فرنجي إقناع ميشيل عون بترشيحه. كذلك في عنا عنوان المستقبل والقوات، نزع فتيل السجالات بين القاعدتين الشعبيتين.
تأثيرات ترشيح فرنجية وخاصة اللي أتى من قبل رئيس سعد الحريري انعكس على شرخ بالقاعدة الشعبية وتحديدا بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات متبادلة بين بعضهم، وهن خاصة أنه بالحلف السياسي الواحد اعتبروا القوات أنه المستقبل خرج عن تحالف 14 أدار وثوابت 14 أدار ليرشح شخص قريب من النظام السوري لرئاسة لبنان، يعني أدى لسجلات بين الطرفين. الراعي يعلن من طرطوس دعوته الأقطاب المسيحية إلى اجتماع. اليوم بطق راعي عم بيحاول يرجع يلم الشمل المسيحيين والأحزاب المسيحية دايون لتوافق ممكن على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية. كذلك عنا من عناوين النهار: من أغار على الجيش في دير الزور؟ مؤتمر المعارضة في السعودية اليوم. كذلك تركيا لا تعتزم الانسحاب من العراق وتتهم إيران بالطائفية وتحذر روسيا. هذا بما يتعلق بعناوين جريدة النهار. ننطلق إلى الشرق. سليمان الجد وصائب سلام، سليمان الحفيد وسعد الحريري. هنا مقارنة بين سليمان جد سليمان فرنجي الحالي اللي كان رئيس جمهورية وأتى به صائب سلام اللي كان رئيس حكومة آنذاك. اليوم سعد الحريري يحاول أن يدعم سليمان فرنجية. كذلك بعناوين الشرق: كركي تجس النبض لجامع الأربعة الكبار، القادة المسيحيين أحزاب المسيحية الأساسية. إذا تعثرت التسوية فالتداعيات خطيرة. هنا كذلك عنوان، وهذا العنوان الأساسي اللي البعض عم حاول حذر منه اللبنانيين، انه اذا فشلت تسويه وصول سليمان فرنجي لرئاسه الحكومه فالفوضى ستكون البديل وفراغ في رئاسه الجمهوريه لمدى طويل. كذلك في عنا من مطار بيروت كمان اختارت صحيفه الشرق الصوره: سلامه المطار جيده جدا. هنا للاشاره على ان المطار في لبنان يعني يعتمد كافه المعايير السلامه الدوليه. عنا عنوان: الناتو لن يرسل قوات بريه الى سوريا، داعش يستعد لشن حرب كيميائيه ضد الغرب. حوار بين جملاط ونوح زعيتر عن الماريجوانا، هيدي كانت من فكاهات الزعيم وليد جملاط، حيث غرد ساخرا على تويتر انه لازم نعمل تسويه لنوح زعيتر. ونوح زعيتر معروف هو تاجر المخدرات الاكبر يمكن بلبنان والشرق الاوسط، لازم نعينه سفير بكندا ونمحي ملفه الاجرامي الطويل بتجاره المخدرات. كذلك أيضا عنوان بصحيفة الشرق: أوباما سندمر داعش في أي بلد من العالم. ننتقل إلى صحيفة البلد: حماوة سياسية وإعلامية تفرمل عجلة التسوية ولا توقفها، يعني التسوية لا تزال قائمة ولكن فرملت الآن. كذلك اليوم اختارت صحيفة البلد صورة معبرة جدا عن النفايات المشتعلة في أحد الشوارع قرب العاصمة بيروت وعنونت أنها منسية، في إشارة أنه اليوم التسوية الرئاسية والسجال الحاصل حول رئاسة الجمهورية أنسى اللبنانيين هم أساسي ومشكلة بعدما رفقتهم من أكثر لأربعة أشهر حتى الآن، وتلوث المنطقة وتلوث الأجواء في لبنان مثل ما عم نشوفها بهذه الصورة. ننتقل إلى صحيفة الجمهورية، عنوان الرئيسي: الرئاسة غابت عن لقاء ظريف الجبير. كذلك عم نشوف عنوان آخر: المطران عون للجمهورية، التسوية لن تمر بلا رضا المسيحيين. وفي صحيفة المستقبل: غارات روسية على الجنود وخلية الأزمة تؤكد السعي لتحرير العسكريين التسعة، يعني شهدت منطقة جود عرساوة سبع البك امبارح سلسلة غارات لطيران الروسي، حيث للمرة الأولى تجاوزت الأراضي اللبنانية وشنت غارات داخل الأراضي اللبنانية في منطقة عرساوة. مشاهد توني بولوف عم تسمعني توني؟ مستقبل العنوان الأخير: عملية ترحيل على خواتيمها ترحيل النفايات. نعم شكرا لكم، يعني طولنا عليكم وكان عندكم موجز أخبار توني. نحن لأنه عندنا موجز أخبار بدنا نشكرك كثير توني بولوف مراسلنا من بيروت، شكرا كثير لك. مشاهدينا بننتقل لراديو أورينتا مع موجز لآخر الأخبار. من راديو أورينت على رأس الساعة ونشرات تفصيلية متتالية.
10 بتوقيت دمشق. موجز الأخبار من راديو أورينت، اقرأه عليكم هادي أحمد. استشهاد 40 مدنيا غالبيتهم من الأطفال وإصابة آخرين جراء قصف لطائرات التحالف الدولي على قرية الخام بريف الحسكة. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف طيران العدوان الروسي على الأحياء المحررة بمدينة حلب إلى 26 شهيدا وعشرات الجرحى. كتائب الثوار تدمر مبنى كانت تتمركز بداخله قوات النظام والميليشيات الداعمة لها في منطقة المعامل أو الدفاع بحي الخالدية في مدينة حلب. مقتل أكثر من 11 عنصرا للنظام في كمين نصبوا الثوار لهم على أطراف بلدة معان الموالية بريف حما الشرقي. التحالف الدولي في استهدافه مواقع لقوات النظام في دير الزور، وناشطون يقولون أن الغارات طالت منشآت نفطية خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة. 5 شهداء وعشرات جرحى جراء قصف لطائرات العدوان الروسي على بلدة الناجية بريف إدلب. وفود المعارضة السورية تبدأ بالوصول إلى السعودية تمهيدا لبدء مؤتمر الرياض الذي يبدأ بمشاركة 16 فصيلا وأكثر من 100 معارض لبحث مستقبل سوريا. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يعلن أن بلاده مستعدة للمشاركة في محادثات الأزمة السورية التي ستعقد بنيويورك في كانون الأول المقبل. وقبل الختام، يمكنكم الآن الاستماع إلى راديو أورينت في العاصمة دمشق عبر التردد 96.5 وأيضا في الحسكة والقامشلي على التردد 95.8. إلى اللقاء.